يقول فيصل مفلح متحدثا عن الجولان: هل نيسان فدنا مهرجان، يبسم الورد يضحك الأقحوان، كل عين عن سلسبيل تلوى فيجن العليق والرمان. يا كروم الزيتون واللوز رفقا بمحب قد نال منه الزمان. أبناء جولاننا الأبي، أهلا وسهلا بكم على شاشة التربوية السورية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نفحات عربية إلى الجولان. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان الأفعال الناقصة الجزء الأول. ما الأفعال الناقصة وماذا يحدث في الجملة الإسمية عند دخولها عليها وكيف يأتي اسمها؟ تعالوا لنتابع ماذا أجاب طلبتنا عن هذه الأسئلة في الاستطلاع الآتي. الأفعال الناقصة كان، صار، أصبح، ما زال، أضحى، وأمسى، وباتا. ترفع الاسم وتنصب الخبر ويأتي اسمها مرفوعا. أسماء الناقصة: أصبح، وما زال، وأمسى، وصار، وتنصب الخبر واسمها مرفوع. كان، صار، وما زال، وما دام، وأصبح، وأمسى، وتنصب الخبر وترفع الاسم. أفعال الناقصة: كان، ما زال، صار، أضحى، أبات، أمسى، تنصب خبرها وترفع. مشاهدينا، بعد أن تابعنا الاستطلاع واستمعنا إلى إجابات بعض طلبتنا، تابعونا لنعرف الإجابة الصحيحة في فقرات حلقتنا. بداية، ما الأفعال الناقصة ولماذا سميت ناقصة؟ لمعرفة الإجابة تابعونا في هذه الفقرة. اقرأ ما يأتي ثم أجب. العرب أصحاب حضارة عريقة. كان العرب أصحاب حضارة عريقة. الجملة الأولى: العرب أصحاب حضارة عريقة. دل على المبتدأ والخبر في هذه الجملة. نلاحظ أن المبتدأ العرب والخبر أصحاب جاء مرفوعين. أعرب كلا من المبتدأ والخبر. العرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أصحاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: الجندي السوري شجاع، طلابنا مبدعون، الأشجار مثمرة. ننتقل إلى الجملة الثانية. كان العرب أصحاب حضارة عريقة. ما الفعل الذي دخل على الجملة الإسمية السابقة؟ نلاحظ أن الفعل كان دخل على الجملة الإسمية التي هي العرب أصحاب، وبقي المبتدأ مرفوعا وسمي اسما لكان، وأصبح الخبر منصوبا وسمي خبرا لكان، ولا يتم معنى الجملة الإسمية إلا به، ولهذا سميت بالأفعال الناقصة. إذن ما إعراب كان العرب أصحاب؟ كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. العرب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أصحاب خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: كان الجندي السوري شجاعا، كانت المواسم وافرة، كانت الشمس ساطعة. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج الأفعال الناقصة أفعال تدخل على الجملة الإسمية فيبقى المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها.
وسميت بالأفعال الناقصة لأنها لا تدل على حدث وتدخل على الجملة الإسمية ولا تكتفي بالإسم المرفوع، بل تحتاج إلى الخبر لتتم به معناها. مشاهدينا، لدينا 13 فعلا ناقصا تقسم إلى 3 أقسام، لنتعرف إليها في فقرتنا القادمة. اقرأ الجمل الآتية ثم أجب. كان السوريون منارة الحضارة. سيكون السوريون منارة الحضارة. أيها السوري، كن منارة الحضارة. ما زالت حضارة العرب عميقة الجذور. لا تزال حضارة العرب عميقة الجذور. ليس بناء الحضارة أمرا سهلا. الجملة الأولى: كان السوريون منارة الحضارة. دل على الفعل الناقص في هذه الجملة. نلاحظ أن الفعل الناقص في هذه الجملة هو كان، وأنه جاء ماضيا. إذن ما إعرابه؟ كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: كان الجندي السوري شجاعا، كان المطر غزيرا، كانت الأشجار مثمرة. الجملة الثانية: سيكون السوريون منارة الحضارة. دل على الفعل الناقص في هذه الجملة. نلاحظ أن الفعل الناقص في هذه الجملة سيكون، وأنه جاء مضارعا. إذن ما إعرابه؟ سيكون فعل مضارع ناقص مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: سيكون الجندي السوري رمزا للشجاعة، ستكون الرحلة ممتعة، ستكون الشمس ساطعة. الجملة الثالثة: أيها السوري، كن منارة الحضارة. دل على الفعل الناقص في هذه الجملة. نلاحظ أن الفعل الناقص هو كن، ونلاحظ أنه جاء أمرا. إذن ما إعرابه؟ كن فعل أمر ناقص مبني على السكون الظاهر على آخره، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. ولدينا الكثير من الأمثلة: أيها الجندي السوري، كن رمزا للشجاعة. أيها الطالب المجد، كن قدوة للآخرين. أيها السوريون، كونوا يدا واحدة في بناء بلدكم. إذن الفعل الناقص كان تام التصرف. ننتقل إلى الجملة الرابعة: ما زالت حضارة العرب عميقة الجذور. دل على الفعل الناقص في هذه الجملة. نلاحظ أن الفعل الناقص هو ما زال، وأنه جاء ماضيا. إذن ما إعرابه؟ ما زالت فعل ماض ناقص مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وهناك الكثير من الأمثلة: ما زال الجندي السوري رمزا للبطولة، ما زال المطر غزيرا، ما زالت الجبال مغطاة بالثلوج. ننتقل معكم إلى الجملة الخامسة: لا تزال حضارة العرب عميقة الجذور. دل على الفعل الناقص في هذه الجملة. نلاحظ أن الفعل الناقص هو لا تزال، وأنه جاء مضارعا. إذن ما إعرابه؟ لا تزال فعل مضارع ناقص مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهناك الكثير من الأمثلة: لا يزال الجندي السوري رمزا للبطولة،
لا يزال الخير موجودا، لا تزال الجبال مغطاة بالثلوج. ونلاحظ أن الفعل الناقص ما زال لا يمكن أن يأتي بصيغة الأمر. إذن الفعل الناقص ما زال ناقص التصرف، ونلاحظ أن ما في الفعل الناقص ما زال في صيغة الماضي يمكننا إبدالها بلا في صيغة المضارع. ننتقل معكم إلى الجملة السادسة. ليس بناء الحضارة أمرا سهلا. دل على الفعل الناقص في هذه الجملة. نلاحظ أن الفعل الناقص هو ليس، وأنه جاء ماضيا. إذن ما إعرابه؟ ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. ولدينا الكثير من الأمثلة. ليس كل ما يلمع ذهبا، ليس النجاح أمرا سهلا، ليس التراجع ممكنا. نلاحظ أن الفعل الناقص ليس لا يمكن أن يأتي بصيغتي المضارع والأمر. إذن الفعل الناقص ليس جامد ومثله ما دام. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج الأفعال الناقصة وهي 13 فعلا وتقسم إلى 3 أقسام: كان، صار، أصبح، أضحى، أمسى، بات، ظل. تأتي في صيغة الماضي والمضارع والأمر، وهي تامة التصرف. أما ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، فهي تأتي في صيغتي الماضي والمضارع فقط، وهي ناقصة التصرف. ويمكن أن نضع لا بدل ما إذا جاءت هذه الأفعال في صيغة المضارع. ليس ما دام لا يأتيان إلا في صيغة الماضي، وهما فعلان جامدان. مشاهدينا، اسم الأفعال الناقصة يأتي اسما معربا مرفوعا، ويأتي كذلك مبنيا في محل رفع في حالات عدة. فما هي هذه الحالات؟ لنتابع في فقرتنا القادمة. اقرأ الجمل الآتية ثم أجب. ما زال السوريون قادرين على تحقيق الانتصار. ما زلنا قادرين على تحقيق الانتصار. أصبح هذا الجندي رمزا للبطولة والشجاعة. لا يزال الذين دافعوا عن الوطن محط تقدير وإعجاب. نبدأ بالجملة الأولى. ما زال السوريون قادرين على تحقيق الانتصار. دل على اسم ما زال في هذه الجملة. نلاحظ أن اسم ما زال في هذه الجملة هو السوريون. جاء اسما معربا، فقد جاء جمعا مرفوعا. إذن ما إعراب ما زال السوريون؟ ما زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. السوريون اسم ما زال مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وهناك الكثير من الأمثلة. كان الفلاحون نشيطين، ما زال المعلمون مخلصين في عملهم، لا تزال الجبال مغطاة بالثلوج. ننتقل إلى الجملة الثانية. ما زلنا قادرين على تحقيق الانتصار. دل على اسم ما زال في هذه الجملة. نلاحظ أن اسم ما زال في هذه الجملة هو نا الدالة على الفاعلين، وقد جاء ضميرا متصلا، أي جاء مبنيا. إذن ما إعراب ما زلنا؟ فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون
في محل رفع اسم ما زال. وهناك الكثير من الأمثلة، ما زالوا متفوقين في دراستهم، ما زلنا يعملنا بجد ونشاط، كان في تقدم مستمر. ويمكن أن يأتي ضميرا مستترا، مثال: الجندي السوري ما زال يدافع عن أرضه. فإعراب ما زال فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره، واسمه ضمير مستتر تقديره هو جوازا. ننتقل إلى الجملة الثالثة: أصبح هذا الجندي رمزا للبطولة والشجاعة. دل على اسم أصبح في هذه الجملة. نلاحظ أن اسم أصبح في هذه الجملة هذا. جاء اسم إشارة، أي جاء مبنيا، ما إعرابه؟ هذا ها للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم أصبح. وهناك الكثير من الأمثلة، ما زالت هذه الطالبة مجدة ومتفوقة، أصبح هؤلاء الجنود أسطورة في صمودهم، كان هذان الطالبان مبدعين في مادة الرسم. ننتقل معكم إلى الجملة الرابعة: لا يزال الذين دافعوا عن الوطن محط تقدير وإعجاب. دل على اسم لا يزال في هذه الجملة. نلاحظ أن اسم لا يزال في هذه الجملة الذين. جاء اسما موصولا، أي جاء مبنيا، إذن ما إعرابه؟ الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم لا يزال. وهناك الكثير من الأمثلة، أصبح الذي يدرس بجد متفوقا، ما زال الذين يزرعون الخير يحصدونه، كانت التي تهتم بدراستها متفوقة. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج: يأتي اسم الأفعال الناقصة اسما ظاهرا مرفوعا، يأتي اسم الأفعال الناقصة مبنيا إذا كان ضميرا متصلا ك، تاء الفاعل المتحركة، نون النسوة، نا الدالة على الفاعلين، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المؤنثة المخاطبة. كما يأتي اسم إشارة واسما موصولا. والآن أبنائي تعالوا لنستذكر ما مر معنا من معلومات في حلقتنا لهذا اليوم. القاعدة: الأفعال الناقصة، أفعال تدخل على الجملة الإسمية فيبقى المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وسميت بالأفعال الناقصة لأنها لا تدل على حدث وتدخل على الجملة الإسمية، ومعناها لا يتم إلا بخبرها. الأفعال الناقصة 13 فعلا وتقسم إلى 3 أقسام: كان، صار، أصبح، أضحى، أمس، بات، ظل. تأتي في صيغة الماضي والمضارع والأمر، وهي تامة التصرف. ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. تأتي في صيغتي الماضي والمضارع فقط، وهي ناقصة التصرف. ويمكن أن نضع لا بدل ما إذا جاءت هذه الأفعال في صيغة المضارع. ليس ما دام، لا يأتيان إلا في صيغة الماضي، وهما فعلان جامدان. يأتي اسم الأفعال الناقصة اسما ظاهرا مرفوعا، ويأتي مبنيا إذا كان ضميرا متصلا،
اسم إشارة اسما موصولا. مشاهدينا، وفي فقرتنا الأخيرة إليكم هذا التدريب لتختبروا مدى فهمكم واستيعابكم لما قدمنا، فحاولوا أن تجيبوا عنه. تدريب: أعرب الفعل الناقص واسمه في الجمل الآتية. ما زال الجندي السوري يدافع عن أرضه. ما زال السوريون مخلصين لوطنهم. كانت المرأة السورية فعالة في بناء المجتمع. أصبح الجو باردا. أبناءنا الأعزاء، أرجو أن نكون قد قدمنا لكم الممتع والمفيد. لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.